اعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في حلقه جديده من جيمر بالعربي. النهارده معايا لعبه جديده اسمها دروب ات. انا مش عارف، ده تقريبا كده في كوره، في كاس مكتوب هنا بريك ات، اكسر الكاس. شباب، هي لعبة حلوة نسبيا إلى حد ما، فيها تشابتر كتير جدا، تشابتر
2 3 4 6 8 12 14 لا فيها كذا تشابتر، وكل تشابتر بيبقى لازم تجمع فيه 19 تشابتر، كل تشابتر لازم تجمع فيه على الاقل 36 نجمة عشان تبدأ تفتح التشابتر اللي بعد كده. انا هنا فتحت جبت 4 لا انت مش شرط، انا جبت 34 نجمة من 36 وفتح التشابتر، و 28 من 36 وفتح تشابتر. فطبعا في كذا تشابتر في اللعبة، هي لعبة حلوة فكرتها جميلة، لكن حاسس ان هي ميالة اكتر للاطفال، يعني تحسها للاطفال كده شوية، لكن هي فكرة مهروسة قبل كده مليون مرة، لكن هم بس منفذينها بشكل مختلف، تحسها كده ايه ميالة اكتر للاطفال. يعني هسيب لك اللينك بتاع الديسكربشن، جربها وحملها ان شاء الله تعجبك. اهم حاجة صباحك تروح على اللايك، سبسكرايب للقناة، زر التنبيهات، بص في الصفحات اللي فاتت، شارك حلقة لاصحابك، وتستنى حلقة جديدة من جيمر بالعربي. مع السلامة.